بأكتر. هيدا شعور الفرح لما كنتوا تحسوا فيه أول ما كنتوا تتعاطوا، خف مع الوقت ولا بعده نفس الشعور بيعطيكم إياه، خاصة عادل لأنه هلأ سيد وقف، بعد عندك هذا الشعور بالفرح وبالاسترخاء؟ هو حضرتك لما الواحد بيشرب بينسى هموم كتير وبينسى أخطاء كتير ممكن يقع فيها، وبرضه الظروف هي اللي خلتنا نعمل كده. طيب انا هلا مش لك، انا مش هون بمحل حتى احكم عليكم، نحن ما نجرب نلاقي الحال، لانه مثل ما كنا عم نقول مع استاذ محمود وكتار صاروا يعرفوا انه صار الوضع بمصر شغله كثير عاديه، بس عم نشوف نحن قديش تاثيرها على المدى البعيد عم بتكون على صحه الشباب وعلى عقولهم. بس هيدا الشعور اللي عم يوصفه مزبوط هلا اليوم ما بقى بتحس بهيدا الفرح عند التعاطي وهيدي الرغبة اللي بتطلعك على سابع سما؟ طبعا بننسى عادي. بتحس باكتئاب اوقات من بعد ما تعطاها؟ لما فوق بقى برجع تاني بقى افتكر قلة الشغل وقلة الفلوس تاني وكده حضرتك يعني. قدية تقريبا مدة اللي بتنسى فيها وقت الفترة الزمنية؟ يعني حضرتك ممكن سجارتين ثلاثة. قدية؟ سجارتين ثلاثة. سجارتين ثلاثة؟ أيوه. أوكي. تشربوا ورا بعض. كلها الفرق ما بين النسيان وما بين التغييب، ودي نقطة بس مهمة أوي، إحنا ما نعرفش الفرق بينها بين المصطلحات. وقت ما بيتعاطى هو بيغيب عن الواقع. يعني إحنا بنتكلم مثلا على حوادث الطرق اللي بقت منتشرة بشكل كبير جدا، سببها إن السائقين متعاطين، فهو بيغيب عن الواقع. فيبقى عنده مشكلة في إدراكه للزمان وللمكان اللي هو موجود فيه، فهو يقول لك أنا بقيت أنسى همومي، أنت مش موجود أصلاً في التوقيت اللي أنت متعاطي بيه، فأنا فكرة إن أنت ناسي همومك أو مش ناسيها أو أنت موجود معاك مثل واحد قاصد يفوت بغيبوبة بهيدي الفترة. أنا بعمل غيبوبة كده مؤقتة حياتي، لكن همومك زي ما هي موجودة، مشاكلك زي ما هي ما اتحلتش، المشاكل اللي حواليك هتفضل زي ما هي، بالعكس هتزيد. ونفسنا والله فرصة يا فندم إن إحنا نبطل ويبقى في شغل ونشتغل في البلد ويعملوا أي شغل، يعملوا لنا أي حاجة نشتغل. انت بس بتشتغل هلا صح؟ انا بصراحه ما معيش صنعه، بس عايز يعني اشتغل في اي حاجه. احنا فرص العلاج هنوفرها لك، وكمان التدريب بعد العلاج هتوفر لك. يعني من خلال الصندوق، خط الساخن بتاع الصندوق 16023، هوفر لك فرصه العلاج مجانيه تماما، مش هتدفع ولا مليم فيها. وبعد كمان ما تخلص علاجك ان شاء الله وربنا يتم عليك شفاؤه ان شاء الله، هنحاول ان احنا ندركك في برامج تدريب مهني وانك تلحق بوظيفه عمل. استاذ محمود جهزك بالخط الساخن 16023 16023 لكل الاشخاص اللي طالبين المساعده بدهم يتخلصوا من موضوع المخدرات، بتقدروا انتم تساعدون بالزبط من خلال موقعكم ومركزكم. سيد حياتك اختلفت اليوم عن السابق، الفرح او هيدا السعاده والهموم اللي كنت بدك تنسيها بوقت من الاوقات، هموم الحياه ما بتوقف بتستمر، ما رجع رواضتك الرغبه من اول وجديد للتعاطي؟ حضرتك انا لما يعني ما بتعاطى انا ببقى يعني ببقى مبسوط اللي في حاجة نسيها خلاص، مش بفكر فيها دلوقتي. بس لما بفوق برجع زعلان. ترجع لنقطة الاكتئاب اللي كان عم بيقول عنها استاذ محمود. برجع زعلان. طيب كيف كنتوا تتعاطوا ضمن جامعات مع أصدقاء قاعدين بجلسة؟ كمان عادل جاوبني، يعني بتكونوا سوا شباب وبنات و... أيوة. لا 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 شباب بس حضرتك، بس ولاد يعني بتقعدوا بتتعاطوا وفي بنات كنت توزع لهم؟ أيوة. سيد انا كنت بتعامل مع يعني كنت بتعامل مع بنات ولاد ناس جدا مرتبين، من عيال مرتبه يعني، كنت ما بقول لهم دي بكذا بياخدوها بيدفعوا الاكتر. يعني لو قلت لهم دي ب 50 جنيه مثلا تدفع 100 جنيه فيها، ما عندها مشكله تاخدها. يعني فئات مختلفه. بيدفعوا في الاكتر عشان الحاجه احسن، بيشجعوا الفساد. انت ندمان عادل، يعني فينا نقول حضرتك. سيد هلا وقف وصار بغير طريق، انت بالفعل منحس الرغبه موجوده عنده، هي رغبه موجوده. عشان كده احنا في الصندوق طول الوقت بنحاول نكسر البيبان اللي ممكن تمنعه ان هو يتعالج. يعني فكره العلاج دلوقتي مكلفه جدا، مفيش ثقه في بعض المراكز الخاصه اللي بتقدم خدمات العلاج. عشان كده الصندوق بيقدم خدمات العلاج بتاعته بثلاث خصائص مهمه جدا: مجانا، بيانات بتاعتك سريه، مفيش اي ملاحقه امنيه وانت بتتعالج، ودي نقطه مهمه جدا. بضمن لك كمان انه في جوده عاليه في الخدمات العلاجيه اللي انت بتاخدها. وبالتالي بقى انا بحاول ان انا اكسر لك كل المشاكل اللي ممكن تقف قصادك عشان تتقدم وتاخد خدمه علاجيه وتخرج بقى من المشكله. بس لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان الادمان ده مش مرض عضوي، ان وانا
انا خلاص بكره كان عندي انفلونزا وخفيت، لا ده مرض مزمن، ده بده متابعه. نحن تقريبا صرنا اوفر بالوقت، انت مكمل معنا استاذ محمود. نحن رح ناخذ بشكل مفصل، ويا ريت كمان بتتابعونا بعد ما نشكركم، رح نحكي